أستاذ جامعي نحيي فيه برشا روح المعرفة، موزيكجي بالأساس، كي نحكي على الجاز نحكي على جو عالم والأمبيانس اللي هو معناتها معناها مغروم بها، سينو هو مغروم برشا حاجات. بكري قلت له شو تحب نسمع، قال لي انا تقريب نسمع كل شيء، على خاطر الاداره في المهرجان تخلي الانسان يسمع كل شيء وتخليه مطلع على كل شيء، وما نجمش يكون مدير مهرجان ماهوش ملم بالانماط الموسيقيه الكل. ضيفي وضيفكم اليوم رفيق الغربي، مرحبا بي. ممكن من اصعب الاشياء كونه انسان يخو في يده مهرجان دولي اون بارتيكولي سوسه الدولي، الناس كل تعرف ماهوش مهرجان سهل، لي زيكزيجونس نتاع البوبليك نتاع، معناتها كيما وقع لي انا وخذيت المشعل على سي هشام وقف معاك الوقفه هذيك، معناتها باش نجمت نستانس تفهمنا مع صديقي خويا رياض، معناتها احنا دو توت فاسون من قبل اصدقاء. فكل الفتره هذيك الانتقاليه من الاول متفاهمين كونوا باش نكونوا موجودين قراب بحذاه هكا، وفما وقع هكاك، ومعناتها نتصور كونه بالحق انا جوي لو رول اللازم، معناتها مش انا برك روا توت ليكيب فريق كامل مع رياض، معناتها وقف بحذا المدير باش ينجم تقع كل الباساسيون، وهذه حاجه عاديه معناتها لازم تكون في اذهان الناس، معناتها سي اون مانيير دو ترافاي. نحب نحطك على كرسي الاعتراف، شنو برجك رفيق الغربي؟ كابريكون الجدي. الجدي عيد ميلادك، ما تنساش كان تحبش تقول التاريخ معناتها. لا نجم نقول بالضبط 13 جانفي 65. شكون تتوقع يقعد معك للابد؟ رفيق الغرب. احسن ماكله عندك؟ تو بور لانستون مادامني في ريجيم اون فا دير سلطه. اكثر كلمه تقولها؟ متفائل. واكثر كلمه تقولها في معناتها في الديسكور نتاعك ما تفيقش بروحك؟ دونك. دونك اي، ما توحش شكون؟ سؤال صعيب بعد ريبونس، متوحش برشا عباد اللي متوحش الناس اللي مانيش نشوفهم ديما وكرني نشوفهم. باهي، حتى كل ما تذكروا عينيك تدمع والا تبكي. بتاتر الوالد. باهي، اخر مساج من عند شكون جاك تليفونيك والا سيغ فيسبوك ولا تحب انت؟ صديق، صديق. غنيتك المفضلة؟ لابوهام. لابوهام، شكون تحكي له كل شيء؟ ما نتكلمش برشا. رفيق الغربي. La bohème, ça voulait dire on est heureux. Yeah. احكي لي توا على المعادله الصعيب بالكل اللي هي الفلوس. مهرجان سوسه الدولي قداش تدعمه الدوله؟ قداش معناتها ياخذ فلوس دعم من عند الدوله؟ مهرجان ينافس في مهرجانات كبيره على مستوى الاسماء المطروحه، معناها كارتاج والا معناها الحمامات اللي تصرف عليهم الدوله، صح عليهم هذوك قالوا خبزهم مخبوز وزيتهم في الكوز. انتوما خبزكم مش مخبوز وزيتكم مش في الكوز، انتوما عندكم اموا على الاقل اذاعه اسمها كنوز بحذاكم. صح عليكم معناها. كيفاش تنجموا تعيشوا في المعادله الصعيبه هذه؟ ممكن وقت مش باش يكفي باش نحكي اون ديتاي على حكاية كيما هذه، تبقى جوست بصفه عامه المعادله بريسك تكون مستحيله ماتيماتيكمون. واحد كي يشوف من بعيد كون دوله وزاره الثقافه تعاون المهرجانات نتاعها الكل، مهرجان كيما سوسه اونفيرون ياخو ممكن يخلط الماكسيموم تاعو 90 مليون، البوبليسيتير ولا السبونسور نتاعو يخلطوه اونفيرون 50 الف دينار، معناتها او ديماراج تبقى روحك منا ولا منا، ما عندكش حسابيا ما تخلطش، معناتها يلزم بالحق، معناتها تو نلقاو روحنا برشا مرات في وضعيات صعبه جدا، كونه اقل غلطه نعملوها تنجم تتكلفنا كارثه ماليه. الحمد لله ما وصلناش حكايه كيما هكا، اما جو بونس كو بصراحه بكل صراحه باش نتكلم بكل شفافيه، معناتها مهرجانات تتلهى بهم الدولة كي مهرجان حمامات. لي أنا يصعب لي شوية دو كونسيفوار كونه مهرجان طاقة استيعاب نتاعو ما تفوتش 900 بلاصة ياخذ الأموال هذيا الكل، ألور كو مهرجان عريق كيما سوسة الدولة في طاقة استيعاب 2000
مقعد معناتها هم ماهمش عارفين راهو 1750 مدارج ومعناتها بالسيف نخلطولهم معناتها كونه ما ياخو كان ها 90 مليون والا نقول دو توت لي مانيير منا ولا منا عندي انا توا مقتنع في صدمتني كي قلت 90 مليون اي بالحق حتى انا تصدمت وقت اللي غزرت اللي معناتها لازمنا نعملوا معناتها كما يقولوها بالدارجة جنجيلات باش نوصلوا والله نوصلو. العظيم صدقني كي قلت لي 90 مليون انا ما ريتنيش سرحت والله العظيم تصدمت الحق جو سوي توا معناتها سولو شك اي انا قلت لك ماهوش بشك في الوقت باش نفسر كيفاش نعملوا باش نوصلوا مشكورين العباد اللي تعاوننا الناس اللي تحب تعمل معانا عروض على الشبابيك اتسيتيرا ما يظهر لي هذه ماهيش حلول الون تيرم لو لون تيرم سي اون روفونت اي ريفيزيون كامله لل لو موند دو سبيكتاكل وثقافه في جهه كيما سوسه سواء يكون عندنا مسارح معناتها عندها طاقة استيعاب والا تو سامبلومون يفو روبونسي هالسيستيم هذا انا عندي انا الحقيقه توا مهرجان ماهوش عروض برك هي ديناميكيه في الجهه الكل هي كونك توصل تحيي جهه وكونك توصل تستثمر اليوم نلقى اذا كان اليوم نصرف اكس ميل دينار على مهرجان وندخل منه اقل بالعشر جوني با اتامي زوبجيكتيف هذا يتسمى بكل وضوح ميساج انت ما نجمتش تقولها ايه؟ انا نقولها في بلاستيك هذا يتسمى اهدار للمال العام وي باسكو احنا نخلصوا فيه على خاطر احنا نخلصوا فيه هذا الكل من 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 كتبنا معناها من جيوبنا فرانشمون اهدار للمال العام بوتيتر كو هي فكره سي اون تراديسيون خايبه قعدت عندنا احنا كونه مش مشكل الدوله تصرف وقاعدين نخسروا في الفلوس بون الحقيقه بوريتر سيريو بالنسبه لي انا هذه غلطه كبيره مهرجانات ماهيش هذا دورها بوتيتر لازمنا نمشيو اكثر للخصوص مهرجان ذات خصوصيات كيما مهرجان الموسيقى الكلاسيكيه في الجم اللي اثرت مومون الناس تتنقلوا من جهات الكل ويحيي الجهه الموسيقى السيمفونيه انا نعتبره مهرجان ناجح يحيي الجهه ومهرجان سبيسيفيك جست كنت نحكي على سي صديقنا سي محمد العبيد تو هو في الوزاره جو سوي سور اللي برشا حاجات باش تتغير ان شاء الله الجنجيلات اللي تحكي عليهم انت هو نعملوا عصفارات يجيبوا لنا عروض بلاش نعملوا على ناس تحب تستثمر معنا معناتها اللي تخدم نخدموا على الشبابيك ساعات معناتها إليا بوكو دو تكنيك اللي تخلقوا بالوقت مي يقعدوا دي سوليسيون بروفيزوار المستقبل مع رفيق الغربي كيفاش تراه؟ فما حاجات حبيت نعملهم كيما ما جاتناش الفرصه كيما هالشباب اليوم باللي مويان اللي فما توا نتاع اللي موجودين توا نتاع الديفوزيون نتاع المعلومه فما حاجات حاب نعملهم نحب نقول لك شنو نحب نعمل قاعد نكتب في كتاب على الكيمياء العضويه هذيك مهمه بالنسبه لي انا وان شاء الله بديت في سي دي دو كومبوزيسيون ميوزيكال نحب نكملوا هذوما حاجتين دون لو فيتور بروش حبيت نشكرك برشا ونشكر كنوز اف ام على الاستضافه وهذه راديو طالعه وقاعدين نلاحظوا عام بعد عام قداش الاشعاع نتاعها قاعد يقوى كيف احنا باللغه العلميه نقولوا دو مانيير اكسبونونسييل برافو للبلاصه اللي عطينا للثقافه زاده برافو عليكم بالحق على خاطر سي فريمون لانسترومون توا هو في ديما نرجعوا لها مقاومه العنف الارهاب لي جون معناتها لي توندونس الخايبين اللي قاعدين نشوف فيهم تبارك الله عليكم لا بلاس دو لا كولتور اي تري امبورطون اي برافو ميرسي رفيق الغربي ونستني اليوم وان شاء الله موافق باي باي فيفمون دومان ميرسي